حتى اللحظة رغبة وليد جملاط هو في الاستقالة اليوم قبل الغد. استمهله الرئيس سعد الحريري في عدم الاستقالة احتراما لمهلة 72 ساعة، ووليد جملاط تمنى على الرئيس الحريري أن يتفهمه في الاستقالة، لكن الرئيس الحريري طلب منه أن يعني من باب الالتزام التزام التحالف الانتظار بعض الوقت، لذلك نحن ننتظر على مضض كيف يمكن أن تتحرك الأمور. التنسيق مباشر مع رئيس حزب القوات اللبنانية بعد الاتصال الهاتفي بالأمس بين النائب وليد جملاط ورئيس الحزب سمير جعجع شأن الاستقالة؟ اتصال بالأمس حصل اتصال بالأمس، لكن لم يكن هناك اتصالات أكثر من ذلك. أعتقد أنه لدى حساباته الخاصة ونحن لدينا حساباتنا المختلفة، ربما نكون في نفس الموقع، ولكن لا أقول أن هناك اتفاق على الاستقالة بيننا وبين القوات اللبنانية. ربما نكون في نهاية المطاف في نفس الموقف، ولكن ليس هناك تنسيق فعلي بمعنى الانقلاب على الحكومة. ولكن الاستقالة تعني بأنكم ستنزلون كحزب تقدمي اشتراكي إلى ساحة التظاهرات ضد الحكومة وضد العهد أيضا؟ المشكلة ليست مع الحكومة، المشكلة مع العهد، ونحن بدأنا التظاهرات الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي منظمة الشباب التقدمي القطاع الشبابي في الحزب التقدمي الاشتراكي قام بتظاهرة أولى في وسط ساحة الشهداء في بيروت رفضا لتغول جهاز أمن الدولة الذي تحول إلى بوليس سري في خدمة رئيس الجمهورية وفريقه الرئاسي على المدونين وعلى الناشطين. وربما تلك التظاهرة التي قام بها الحزب كانت إلى حد ما الشرارة التي دفعت بعض المتظاهرين إلى التحفز وإلى القيام بالتظاهرات. لذلك نحن أساسا اليوم قمنا بعدد كبير من التظاهرات ربطا بتطورات الأمور. الأمور قد تتصاعد من جهتنا، ولكن التحرك ليس ضد الرئيس سعد الحريري لأننا لا نعتبره مسؤولا عما يجري. نحن نحمل العهد الرئاسي والفريق الرئاسي الذي قام بما قام به من فساد ومن تغول ومن سيطرة على كل أجهزة الدولة، نحمله المسؤولية عن الوضع البائس الذي وصلت إليه الأمور.